بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طلاب، محاضرتنا اليوم راح نأخذ بيها الكاشف الرابع اللي هو كاشف بيال. أيضا سولفنا وذكرنا الكواشف اللي راح نشخص بيها الكربوهيدرات وعدة كواشف. كل كاشف راح يعطينا نتيجة إيجابية على شيء معين، بحيث بالنتيجة بآخر شيء أنا أقدر أشخص شنو نوع التست الأنون اللي موجود عندي. الكاشف اللي عندنا هنا اسمه بيال تيست، كاشف بيال. شنو بيال؟ هذا راح ينطينا ناتج ايجابي ويا من، لاحظوا انه ويا من ينطي ناتج ايجابي، ويا البنتوز. يعني شنو البنتوز؟ مونوسكرايد. مونوسكرايد تعرفوها انه سكريات احازيه، تمام؟ عاشت ايديكم. البنتوز شنو؟ البنتوز هي السكريات الخماسية. شنو يقصد بالسكريات الخماسية؟ طلاب، يقصد بالسكريات الخماسية يعني السكر هذا يحتوي على 5 ذرات كربون، فقط 5 ذرات كربون. لما يحتوي على 6 ذرات كربون راح يكون سكر سداسي. طيب شنو معنى سداسي؟ 6 ذرات كربون يقصد. هسا نشوفه احنا شلون يصير بهالشكل هذا. طلابي، هذا 1 2 3 4 وهاي الخامسة. هسه ذولا يتحدون بمجموعة وظيفية معينة، سواء كانت ألديهيدية أو كيتونية، ما تفرق عندي. المهم هو يكون 5 ذرات كربون بي فقط. زين، المونوسكرايد شنو يقصد بالمونوسكرايد؟ سكر أحادي. شنو سكر أحادي؟ يعني جزيئة سكر واحدة، هي هاي اللي تتكون من 5 ذرات كربون أو 6 ذرات كربون، هي سكرية وحدة، يعني جلوكوز واحد. من يصير 2 جلوكوز يتحدن بآصرة معينة تسمى بالآصرة جلايكوسيدية، ذاك الوقت أصيح لسكر ثنائي، من أكثر يصير سكر ثلاثي وهكذا. زين، المادة اللي موجودة بهذا الكاشف شن هي؟ موجود الـ HCl و الـ FeCl3. هاي التركيز مالته الموجودة نسبة 10%، هاي المواد اللي موجودة. نجي على الشرح مالته. ارجع اقول لكم طلاب، البرنسبل مهم، والكشف عن من دا يكشف هذا بالذات ايضا مهم. زين، هذا البرنسبل طلاب، هذا الكلام اللي موجود هنا احنا نفسه موجود بالمعادله هذه، يعني متلخص بالمعادله، او هذا الشرح اللي نشرح فوق هو شرح عن هاي المعادله. نجي نقرا شنو هو. بيال تيست يوز كونستريت اتش سي ال، يعني كاشف بيال يستخدم لنا تركيز عالي من HCl، حامض الهيدروكلوريك، as a dehydrated acid، and هاي المادة الثانية أرسنال زائد فيريك كلورايد. من هو الفيريك كلورايد؟ هذا اللي هي هذا الكابين قوسين FeCl3، as a condensing agent، يعني كاشف مكثف. The test reagent dehydrated بنتوز، هذا المن يستخدم للبنتوز، استونا قلنا للسكريات الخماسية، to form furfural، حتى يكون لنا الفورفورال. شوف هنا ده ناخذ البنتوز، هذا البنتوز، ودي ينطينا الناتج هنا الفورفورال، يعني السكر الخماسي دي ينطينا فورفورال. بعد شنو قلنا؟ الفورفورال فارذر رياكت وذ، بعد ذلك هذا الفورفورال يتكون لنا راح يتفاعل ويا من؟ ويا الأرسينول. هذا الأرسينول اللي موجود عليه السهم هذا، هذا الأرسينول راح يتفاعل الفورفورال ويا الأرسينول، وش راح ينطينا؟ ان ذا ايون ايرون ايون، يعني ايون الحديد. مين دي يطلع لنا ايون الحديد؟ من التفكك لجهاز الجزيئة فريك كلورايد اللي هي FeCl3، تفكك مالتها راح يطلع لنا الايرون ايون، ايون الحديد. راح بعد ذلك تو بروديوس بلاش اور جرين برودكت، يعني راح ينطينا الناتج مالته اللي هو شنو راح يكون لونه؟ راح يكون لونه ايضا طلاب الناتج الايجابي البوزيتيف لازم ينحفظ، وتعرفون شنو هو؟ اللي هو بلو جرين كومبلكس. هذا حتى تقدر تشخص اذا انطاك هذا اللون تعرف انه هذا ناتج ايجابي. شنو معناته ناتج ايجابي؟ معناته هو يحتوي على سكر خماسي، معناته هاي التيست تيوب اللي عندي بيها الانون تحتوي على سكر خماسي وليس سداسي. هسه هنا واضح، مثل ما عندنا السكريات الخماسيه، تذكروا لي بالله
عندنا مثلا الرايبوز هو سكر خماسي. الرايبوز من السكريات المهمة. ليش مهمة؟ أيضا إذا ترجعون تذكروا لي الفوائد مات أو وظائف السكريات أو فوائد السكريات، وظائفها إحنا سميناها وظائف السكريات، إنه شو تكون هي؟ تكون تدخل بتركيب الـ RNA والـ DNA. من اللي يدخل بتركيب الـ RNA؟ هو الرايبوز، سكر الرايبوز هو اللي يدخل بتركيب الـ RNA. أما بتركيب الـ DNA فيدخل الرايبوز منقوص الأكسجين، يعني بدل ما مجموعتين مجموعة OHB راح تكون مجموعة H. هذا الكلام ماخذي إحنا بالمحاضرات السابقة فقط دا أذكركم به. هسه نرجع ونقول إنه الناتج الإيجابي إيش راح يعطيني؟ بلون جرين كومبلكس معقد. شوفوا إذا تذكرون بالكاشف السابق اللي هو بنديكت، إحنا شنو أجين قلنا ريد بريسبيتيت يعني راسب، بريسبيتيت يعني راسب، بينما هنا إيش يقول لك؟ يقول لك كومبلكس. يعني شنو كومبلكس؟ يعني معقد. زين الميثود طريقة العمل مالتنا، احنا راح ناخذ 1 مل من السامبل المحلول اللي انا بدي احدده، احطه وين؟ بالتست تيوب. بعدها اضيف له 5 مل. ايش قد اضيف له؟ 0.5 مل، 0.5 العفو مو 5 يعني نص مل، 0.5 مل. هذا اخذه بالسلندر، الحجم احدده، اكو سلندر تحديداته صغيره انا احدده بشكل مضبوط، هو 0.5 مل. منين هاي ال 0.5؟ من بيار ريجنت. هذا السوليوشن اللي موجود. شنو هو هذا البيار ريجنت؟ قلنا هسه وين احنا سولفنا قلنا بيه هو بي الارسينول وبي الاتش سي ال وبي فيريك كلورايد. المواد اللي موجوده بيار ريجنت ويجينا انا بشكل ماده كامله هي بيار ريجنت محضره سابقا، هم محضرين اياها وانت تحضرها مهما، فقط تجي تاخذ 0.5 من عندها، 0.5 مول. شنو بيها هي؟ بيها هاي المواد متكونه من عندها بنسب معينه. من هي هاي المواد؟ الأورسينول والاتش سي ال والفرك كلورايد. بعدها اكيد احنا شو نسوي؟ نسوي شوكينج، وراها اسوي هيت تسخين. ورا التسخين ايش قد مده التسخين وشنو نوع التسخين؟ التسخين راح يكون بحمام مائي حار، هوت ووتر باث، حمام مائي حار لان مده التسخين عندنا اكيد حار. فبعدها مده التسخين ايش قد تكون؟ تكون عندي 3 مينيتس. مدة التسخين 3 من طريقة التسخين هي hot water bath. راح يعطيني الناتج الإيجابي. شنو هو الناتج الإيجابي؟ هذا هذا اللون اللي يطلع لي هنا. أنا أتمنى تكون واضحة المحاضرة اللي هي عن كاشف مولر، عن كاشف بيال، وأيضا إحنا شفناها واشتغلناها وشفنا شلون يطلع لنا عملي هذا الناتج بالمحاضرات السابقة.